يا ترى لو ممكن توصل قيمتك كمواطن عن دولتك؟ أو بالأحرى شو بتتوقع تقدم لك؟ يضربوك ببرميل متفجر من كتر المحبة ولا أنهم يشتروك؟ إيه اللي سمعته مو مسحة، يشتروك. من أكثر من 800 سنة عاشت برومانيا أقلية ألمانية، لكن أعدادهم كبيرة، ومع مرور السنين صاروا هدول مواطنين رومان. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية وخسارة هتلر انتشرت أخبار عن وجود آلاف الجنود من هالأقلية بصفوف الجيش النازي، ووقتها تبدلت أحوالهم وتعرضوا لاضطهاد وقمع، حتى أنه الزعيم السوفيتي ستالين أصدر مرسوم بعام 1945 رحل بموجبه 75 ألف من الأقلية الألمانية برومانيا للعمل بالسخرة في مناطق الاتحاد السوفيتي، بحجة إعادة إعمار ما خربته ألمانيا النازية بالحرب. ويلي بقيوا برومانيا زاد عليهم القمع والظلم والحرمان من قبل النظام الشيوعي الحاكم. وبهالواقع المشحر، ألمانيا الغربية يلي كان اسمها ألمانيا الاتحادية ما وقفت عم تتفرج، خصوصاً أنه المادة 116 من القانون الأساسي الألماني يعني الدستور بتقول أنه الألماني مو بالضرورة يحمل الجنسية الألمانية، بكفي تكون أصوله من ألمانيا التاريخية، وهيك بتصير الدولة ملزمة بمساعدته وقت الحاجة. وبالفعل بعام 1954 تقدمت ألمانيا الاتحادية بطلب رسمي لرومانيا لاستقبال المواطنين من أصل ألماني، لكن رومانيا رفضت وقلبت القصة أول شيء وطنيات وقالت أعوذ بالله مواطنيننا هدول، لك هدول فلذات وأكبادنا مستحيل نتخلى عنهم. طبعاً بنفس الوقت عرضت رومانيا على ألمانيا إن تبيعهم من تحت الطاولة. إيه نعم صدق بيع وشراء، تقول بطاطا الموضوع. ومن عام 1954 لعام 1967 صارت مفاوضات طويلة جداً وعجيبة لتحديد شلون رح يشتروا الألمان المواطنين تبعهم. بالبداية النظام الروماني طلب 200 ألف مارك ألماني، وإلا رح يفضحوا ألمانيا الديمقراطية إن عم تتفاوض مع رومانيا الشيوعية. ألمانيا قالت حاضر. بعدين قالوا لهم في ناس هاجروا لعندكم بشكل غير شرعي، بدكم تدفعوا لنا عنهم وإلا. ألمانيا قالت حاضر. رجعوا قالوا في ناس نحن درسناهم بمدارس الدولة مجانا من عطاءات القائد الخالد، بدكم تدفعوا لنا شو تكلفنا عليهم وإلا. كمان ألمانيا قالت حاضر. وبالأخير قالوا الرومان أجرة الباصات أنتم بدكم تدفعوها، وكمان وافقوا الألمان بس هالمرة بدون وإلا. وهيك وبعام 1968 تم التوصل للاتفاق يلي حمل اسم قناة المسألة السرية. بموجب هالاتفاق كانت الأسعار على الشكل التالي: المواطن العادي ب 1700 مارك، المواطن صاحب الحرفة ب 5000 مارك، المواطن الأكاديمي والمثقف ب 10000 مارك والدفع كاش. ومن عام 1968 لعام 1989 كان السياسي الألماني هاينز هوش المسؤول الأبرز عن الصفقة يسافر لرومانيا بجواز سفر غير دبلوماسي، وكل مرة معه حقيبة فيها 6.5 مليون مارك، يدفع ويستلم القوائم ويرجع على ألمانيا، والألمان المحررين يوصلوا لاحقا بالباصات. وبعد 22 سنة وبعام 1989 ومع مقتل الدكتاتور الروماني نيكولاي تشاوشيسكو وانهيار النظام الشيوعي، بلغ عدد الرومان من أصل ألمانيا اللي اشترتهم ألمانيا حوالي 250 ألف مواطن، دفع عليهم مبالغ هائلة تقدر بأكثر من 5 مليار دولار. هالقصة العجيبة انكشفت بعد انهيار نظام شاوشيسكو والعثور على أرشيف مخابراته السري، وبعدين صدر عنها لاحقاً كتاب وانعمل عنها فيلم وثائقي بعام 2014. هالقصة بتفرجينا قيمة المواطن عن دولته يلي ما ممكن تتخلى عنه بأقصى الظروف حتى لو ما كان بيحمل جنسيته. بكفي تقول بلاد الجيرمان أوطاني حتى تلاقي الدولة راكضة لتسهر على مصلحتك وتقلك شبيك لبيك، كل الدولة بين إيديك. على الجانب الثاني وبسوريا الأسد الصورة ما بتختلف كتير. اوعك تكون فكرت انه عم نشبه هالنظام بالحكومة الألمانية والعياذ بالله. لك لا يروح فكرك لبعيد، لكن ما اختلف كتير من جهة شاوشيسكو. صحيح نظام الأسد هجر ملايين المواطنين السوريين من بيوتهم وأراضيهم ووصلوا لجميع أنحاء العالم، لكن التبرير الرسمي لعملية هالترانسفير هي كانت انه هدول إرهابيين ومن هدوليك نصيحة من هالتقن لحدا يرجع منكم. لكن اليوم عم نحكي عن مواطنين تانيين، المواطنين المدللين الغوالي اللي هن صمصومة قلبه للنظام، ومثل ما في دول ما هان عليها يضلوا مواطنين يوم برات بلادهم غصب عنهم بسبب كورونا والحجر، لك في دول جابت مواطنين بطيارات خاصة إذا بدك. هون نظام الأسد انتفض كمان وقال لك انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه، وأعلم بأنه الدولة بجلالة قدرة رح ترجع أولادها العالقين بعدة دول بسبب كورونا. وبالفعل تحركت الشركة السورية العظيمة للطيران والهوب هوب وسلخت المواطنين تذكرة سعرها أضعاف سعر التذكرة العادية. لك ايه المواطن هو بده يدفع، ما بكفي بدنا نجيبه على الحضن ويشم تراب الوطن، لسه كمان بده يجي ببلاش. وفوق اخي المواطن الكمامة والكفوف عليك، الوطن مو مستعد يعطيك حتى شقفة كمامة. وبلشت هالطيارات تجيب بها السوريين للبلد، ومثل ما صار بمعظم دول العالم كان لازم يخضعوا المسافرين لحجر صحي حتى ما يجيبوا الكورونا للبلد، شنو مو ناقص البلد غير الكورونا. وجهز النظام مراكز هالحجر الفايف ستارز وعمل هالتقارير الإعلامية يلي بتفرجينا الخدمات السوبر
السوبر يلي بيتمنى الواحد ينحجر فيها، ولكن لما وصلوا المواطنين على مراكز الحجر طلع كلام الليل يمحوه النهار، ومراكز الحجر طلعت مثل العادة، لا فحوص ولا عناية طبية، والعالم فوق بعضها والنشح مكوم وصراصير وواسطات وبهدلة. كل 8 بغرفة حمامات ولا دوش فيه. كلياتنا هون دواب عم يخلوا الواسطة حتلعب بحتى أرواح العالم. يعني باختصار الهدف من الحجر ما كان صحي ابدا، الهدف طلع دوره مكثفه حتى ينخرط المواطن بجو البلد يلي نسيه بعد معاش بعيد عنه. القصه ما بتوقف عند مئات الطلاب والمدنيين العالقين بدول العالم بسبب ظروف استثنائيه، القصه ابعد من هيك بكتير، انه هي وجود دوله توقف جنبك وتسند ظهرك اذا تعرضت لاي محنه او موقف عصيب باي بلد ولاي سبب. القصه هي قيمتك عند بلدك بين انها تقدم لك الغالي والنفيس لتحقق لك حريتك وكرامتك وتقول لك الغالي بيرخص لك، وبين انها تقول لك خراس ولك حقك طلاق.